السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده، وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو دائما الجديد مع بلاطيف القنوري. الان حنا كنتبغيو في دوار حمداوه مالو. هذا الدوار هذا اللي موجود وسط جبال بني زناتن، اللهم بارك. اليوم كاين هذه الوعده هذه اللي كتقام كل سنه لربط صله الرحم والتعارف كما كتعرفوا. غادي ننقل لكم ان شاء الله الاحداث ديال الوعده مباشره من دوار مالو حمداوه. خليكم معنا وما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد مع عبد اللطيف القنوري. ويلا معنا. دوار مالو منطقة بني واشتلات جواهرة الحضارة تدرت، ومن هذا الجبل هذو اللي جايين شادين على بني وكلان. تبارك الله. احنا الان هنا رحنا في هذا الدوار هذا كنقوموا بهالحفلة ديال الوعدة. الوعدة ديال اولاد مولاي احمد كل عام كنديروها. هذه 3 سنين تاع كورونا، هذه الجريحة تاع كورونا ما درناهاش، وكنا غادي نديروها في شهر 8 ولكن الظروف ما ساعدتناش حتى اليوم، ورحنا درناها والحمد لله. الحمد لله الان راه الاخوه وكذا في المنايضين وقاموا، ولات خصنا نحيوها ما نخليوهاش حتى العام الماجي لجمع صله الرحم بطبيعه الحال. والهدف من هذا، الهدف من هذا نعم. الصدقه هذه، هذه الوعده هذه، هو جمع الشمل وجمع صله الرحم بين الاخوه. نعم. كاين الاخوه اللي هنايا راها شي 30 40 عام كما قلنا سابقا ما شافوش هذه الدوار، وهما من اهل الدوار، ولكن الان الحمد لله رحنا في الدوار ديالنا تاع ولاد مولاي احمد. هما الناس جاو. يلا غادي عندكم واحد المثال، حاجه اللي هي اللي مشرفه على هذا البنيان تاع هذا المحل هذا. تبارك الله. هي ركبت في بلجيكا، ركبت نهار الجمعه، وصلها الخبر بلي عندنا الصدقه نهار الخميس. والبارح ركبت كانت هنايا معنا. سبحان الله. وغادي نهار تعيش هذه اللحظه هذه. اثنين ولا ثلاثه غادي تولي لبلجيكا. واه. واحد التاريخ مزيان. لا. هذا جدنا الكبير زلزل. مولاي احمد بالعياش خلا خمسه ديال الاولاد. تبارك الله. واحد الولد مولاي محمد الكبير ميت تما، مولاي الطيب عندنا هنا في دوار مالو. واحد مشى للجزائر، وواحد مشى من جهه توريته العيون، وواحد دخل الغرب. هذوك الحمداوه ديال الغرب كلهم الاصل ديالهم من هنا بزقزل. زقزل. وتاع الجزائر كلهم الاصل ديالهم من هنا بزقزل. تبارك الله. هذا هو الاصل ديال الحمداوه. وهذا الحمداوه هذا جدنا مولاي احمد منين جا؟ نعم. جا من الجزيره العربيه. الجزيرة العربية. عربي من الجزيرة العربية، من البيت حتى هو. السلام عليكم. إوا جينا هنايا لبلادنا نشوفوا فاميليا، نشوفوا الفلحة اللي صرات اليوم، وكل شيء لاباس، كل شيء راه يدوز مليح. وتبارك الله فاميليا كبيرة. جينا ببلجيكا أون إيرجونس البارح باش نحضروا هادي معكم هنايا. الله يحفظك. مرحبا. واحد يومين ثلاث أيام ونمشيو حتى حنايا. الله يحفظك. سبيسيال هنايا، كاين لا فاكونس لا توريست. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا. هنا اللحم هنايا. بسم الله على بركة الله. هذا اللحم. اللحم. هذا اللحم. عاود اللحم. تبارك الله. واحد. عاود هنايا. هذا اللحم. كل شيء لحم هذا. اللهم بارك، اللهم بارك. هذا اللحم. الآن هنايا غادي نمشيو. غادي يديروها البصلة. غادي بصلة معسلة. معسلة. تبارك الله. هانتوما تشوفوا. هذا الحمص. الحمص. واحد. هنايا. هذا الحمص هذا. ها هو فايت. بسم الله. بسم الله. الحمص. اللهم بارك. تبارك الله. هو الحمص. تبارك الله. الله يقوي الخير. الميكا غير الميكا. الميكا. هذه الوعدة ديال دوار مالو. متواجدة بين جبال بني زناس، اللهم بارك. دوار حمداوة. الله يقوي الخير. اللهم بارك. لجمع الأحباب وجمع صلة الرحم. تبارك الله. يعني هذه الوعدة هذه كتقام سنوية كل سنة لجمع الأحباب. المنطقة الشرقية تبارك الله ديال دوار مالو. تبارك الله حضور قوي أبناء المنطقة، اللهم بارك. كما كتشوفوا كاين اللي جا من وجدة، كاين اللي من بركان، كاين اللي جا أبناء المنطقة تبارك الله كاملين كيحضروا هنايا كل سنة لجمع الأحباب وصلة الرحم. تبارك الله.
اللهم بارك. الصحة والراحة، لا قوة الخير، لا جلسة تقام قبولا إن شاء الله. بارك الله عليكم. السلام عليكم، أنا أحمد داوي فريد، أصلي من هاد الدوار تاع مالو ولاد مولاي أحمد. وبهذه المناسبة ديال الوحدة اللي كتكون كل سنة إن شاء الله، إذا كانت واحد غياب واحد 3 سنين تاع الكوفيد ديال كورونا، وهذه كندير هاد الصدقة كيديرها الشيخ ديال ولاد مولاي أحمد لصلاة الرحيم والتعارف والاتصال، كل واحد التقارب عودة من الأجيال اللي دازت قبل بينا ولا اللي كان في اللاج ديالنا، ولا الأجيال اللي راه صاعدة اللي راه جاية. يعني كاين فيما كان شي واحد يولد الحمداوة كيجي هنايا. فيما كان الحمداوة كيجي، ما تكونش غير خاصة غير الحمداوة. نعم. كتكون مرحبا حتى للجيران كاع تاع الدواور اللي ديالنا هاد الناحية ديال بركان، كان الناس كيجيو من جداد، كل الناس كاع اللي كيسمع على هاد الوضع مرحبا به. الله يحفظك فريد، تحياتي. نتمنى ان شاء الله كل عام وان شاء الله استمرارية ان شاء الله. استمرارية وان شاء الله نعاودوا ان شاء الله السنوات المقبلة ان شاء الله، يا ربي يطول الحياة. امين رب العالمين. وكل عام وانتم بخير. الله يحفظك السي فريد، تحياتي لك. الله يبارك. هانتم تشوفوا تبارك الله حضور قوي ابناء المنطقة باش يحضروا لهاد الوليمة، هاد الوعدة هادي اللي كتقام كل سنة لجمع الأحباب وصلة الرحيم. عليكم الصحة والراحة. الله يبارك فيك سي رابح، الله يقوي الخير. الحمد لله الخيرات البلاد، اللهم بارك. الله الله ضروري. الله يجعلها صدقة مقبولة إن شاء الله. وي الله يجعلها صدقة مقبولة. بارك الله عليك. الله يحفظك. حط المواد عندي صح. هذه هي الأجواء ديال الوعدات مالو حمداوة وسط جبال بني زناسين، اللهم بارك. تبارك الله، الله يجعلها صدقة مقبولة إن شاء الله. صور ولدي. الصحة والراحة، الله يجعلها صدقة مقبولة إن شاء الله. الصحة والراحة. بارك الله عليكم، الصحة والراحة. بارك الله. الله يحفظك. ديرو تما ديرو تما. I'm not going to be able to do that.
نصب ونفطر وكان بنا ذلك قوامنا والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النصب التي حرم الله إلا بالحق ولا يزدون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يؤتون القربة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسن مستقرا ومقاما قل ما يبأ بكم ربي لولا فسوف يكون لزاما صلى الله عليه محمد صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وحاكينا عبد الله وَنَرَى نَفْسَنَا
كل شيء هنايا والاخوان، ومرحبا بهاد الناس اللي جاوا. راكم تشوفوا من كل جهه ان بركان كله تقلب هنايا، لان يعرفوا هذه المنطقه ويعرفوها مزيان وكذا، والحمد لله. والان غادي نمشيو نشوفوا من مثلا نعرفوا شنو كاين هنا في الاخر. هذه مقبره ديال تاع هذه مقبره ديال الحي تاع الحي كيدفنوا هنايا. يلا غادي هنا بعض الاخوان اللي كانوا بصراحه هاد الاخوان كانوا معنا هنايا، كانوا واقفين مع هذا المسجد، وواقفين مع هاد الوليه اللي هنايا، وواقفين مع هاد الناس، ولكن شاء القدر يموتوا بهاد الكورونا. الله يرحمهم مساكين، الله يرحمهم ويوسع عليهم. ماتوا هنايا، ها هما ماتوا. هذا حاسي، هذا خدام، هذا حاسي خدام، هذا فيه الماء، فيه الماء. مزيان، عاد حفرناه ودرنا له الطاقه الشمسيه. مزيان، وراه فيه الماء تبارك الله. هذا هما مساكين. هاد الناس، شوف هاد الناس هادو، هادو راه ماتوا غير في شهر 11 2021. الله يرحمهم. بكورونا كلهم هذو ماتوا، مساكين الاغلبيه بكورونا. هادو 20، وهادو واحد خمسه ولا سته تاع الناس هذو هما اللي كانوا يقوموا بهالحفل ديال هاد الحفله هذه تاع هاد الصدقه هذه. الصدقه هما اللي كانوا يقوموا بالواجب، يقوموا بها كل شيء هنا ودايرين، والحمد لله. الله يرحمهم ويوسع عليهم. امين يا رب العالمين. الله يرحمهم ويوسع عليهم. وشفنا هاد المنطقه تبارك الله، فيها الجبال تبارك الله، الجبال والخضور والطبيعه والمعالي الجد. الحمد لله. ها هو حاسين الاول هنا. نعم. وعندنا جوج حواسيف الهيات. هما شوفوا الاخر تما، هذا الماء راه فيه واحد الماء ما كاينش تبارك الله. الحمد لله. والخضوريه، هل الخضوريه يمكن ما تسبهاش شي دوار؟ والله العظيم لا نيشان ما تسبهاش الكرمه، واش ما كاينش كرمه في هاد الدوار خضراء فيها عاد الكرمه؟ تبارك الله. ها الحمد لله. شوف اللهم بارك. المقبره ديالنا، المقبره ديالنا هذه تاع ولاد مولاي حميد. هاد البلاد هذه تطوع بها شي واحد، عطاها في سبيل الله ولا؟ هذه كانت مقبره، وهذا المرصوف هنايا. نعم. انا تطوعت به. مزيان. ترحم على الوالدين ديالي في سبيل الله. في سبيل الله. ونزلت لهم في المقبره هذيك، البحيره هذيك. تبارك الله. حتى يكملوا هنا، وزدت لهم فما في سبيل الله. في سبيل الله، في سبيل الله. في سبيل الله. في سبيل الله. صراحه ترحم على والدينا. في سبيل الله. الحمد لله. الله يبارك. وهذا هو، هذا هما ولاد مولاي حميد. تبارك الله. يعني فين ما كان شي واحد مولاي احمد يجي هنايا. حمداوي. حمداوي الاصل ديالو منا. واحد التاريخ مزيان. لا. هذا جدنا الكبير زلزل. مولاي احمد بالعياش. خلى خمسه ديال الاولاد. تبارك الله. واحد الولد مولاي محمد الكبير ميت تما، مولاي الطيب عندنا هنا في دوار مالو. وي. واحد مشى للجزائر، وواحد مشى مجد توريته العيون، وواحد دخل الغرب. هذوك الحمداوات ديال الغرب كلهم الاصل ديالهم من هنا بزقزل. زقزل. وتاع الجزائر كلهم الاصل ديالهم من هنا بزقزل. تبارك الله. هذا هو الاصل ديال حمداوه. وهذا حمداوه، هذا جدنا مولاي احمد منين جا؟ نعم. جا من الجزيره العربيه. الجزيره العربيه. عربي من الجزيره العربيه، من ال البيت حتى هو. هكذاك. من ال البيت معروف وبالتاريخ وكذا، وراهم يعرفوا في بركان الاساتذه وكذا انهم شرفاء. تبارك الله. يعني ماشي تاع الاخر شرفاء بالاصل. درتوا له الشجره ولا مازال؟ كان الشجره قديمه، احنا اول ناس اللي اعترفوا لهم بالشرفاء هم حمداوه. حمداوه معروفين تبارك الله. معروفين حمداوه الشرفاء من الاخر. وهنايا هذا الدوار مقسوم على اربعه ديال الاخر. نعم. كانوا ولاد الحاج بن حمد، ولاد التهامي، ولاد بن دريس، ولاد البخاري. هادو ربعه ديال الاخر تاع الاحياء هنايا مقسمين، كاع ولاد العم. كاع ولاد العموم تبارك الله. كنديروا حمداوي، كان اللي يدير الحمادي. احمدي. واه حمداوي الاحمدي هو غير واحد، غيروا غير ف... غير تغير تاع الاخر. حمداوي احمد. نعم. الاحمدي احمد، كل شيء خارج من احمد مولاي احمد ديال تاع زكزل. اللهم بارك. والحمد لله. السماء فكانت ابوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم شفع فينا كتابك واجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم احينا حياة السعداء وأمتنا موتة الشهداء وشافينا من كل داء وألهمنا إلا كل دواء. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا وآوي من آوانا. اللهم اكثر عليهم الخير والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اسقنا لغيثا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدة الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدة الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدة الميت. فصل اللهم وسلم وأنعم على هذا النبي الكريم. آمين والحمد لله رب العالمين.